من فضائل شهر رمضان أيها الإخوة أن القرآن أنزل في شهر رمضان، أنزل في ليلة القدر، أنزل في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فشهر رمضان من مميزاته عن الشهور الأخرى أنه أنزل فيه القرآن، والقرآن يا إخوان كلنا نعرف فضل القرآن، كلنا نعرف أهمية القرآن هاديا للناس إلى ما فيه كمال سعادتهم في الدارين. القرآن نزل هاديا للناس مبينا لهم سبيل الهدى، موضحا طريق الفوز والنجاة، فارق بين الحق والباطل في كل شؤون الحياة.